بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طالبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا وسهلا بيكم في عام جديد إن شاء الله. كل سنة طيبين. طبعا كلنا شفنا امتحان السنة دي من أول ما بدأ، الاستاتيكا، تفاضل، ديناميكا، جبر. سر الشكوى أنت اتعلمت أو اتقالك كلمتين المسائل، خد المسألة دي بتقول كذا معناها كذا وحلها كذا، أنت شغلك فين؟ دماغك واقفة، عشان هو ما ادكش الفرصة انك انت تفكر بنفسك، تشوف بنفسك، وتقدر انت تعرف المطلوب منك ايه في المسألة دي. هنحاول نشوف مع بعض ونطلع مع بعض كده واحدة واحدة، شوف الثغرات اللي في المنهج، نعرف الاساسيات ايه، الموضوع ده بيتكلم على ايه. طب اقرأ انت وقول لي فهمت ايه، واللي انت هتقف فيه انا معك اساعدك فيه وزقك لحد انت ما تبتدي تقرأ المسألة وتفهمها لوحدك وتوصل للحل لوحدك. قدرت؟ تمام. ما قدرتش؟ انا معاك لغاية ان شاء الله ما نوصل للدرجة اللي انت بتتمناها وبتحلم بيها، اللي هي الدرجة النهائية. عندك الاربع فروع: جبر، تفاضل، ديناميكا، استاتيكا. هنمشي مع بعض فيهم بإذن الله، وهيبقى عندك مواعيد ثابتة على اليوتيوب، عندك مواعيد ثابتة على الابليكيشن. ان شاء الله مع بعض لحد نهاية السنة. حاجة جديدة كمان، هيكون فيه تواصل مع ولي الامر على اساس ان احنا برضو نوصل ايه اللي ناقصك، ايه اللي انت مفتقده، ايه اللي انت محتاجه تاني ونركز عليه، وهتكون قاعد معانا ونتواصل مع بعض باذن الله في مواعيدنا اللي احنا هنحددها وهنكون ملتزمين بيها لنهاية السنة، لغاية ما نوصل ان شاء الله للدرجة النهائية. معاكم عاطف عبد الرحمن، خبير مادة الرياضيات. شكراً.